اهلا بكم من جديد متابعي صباحات سودانيه في كل مكان وين ما كنتوا. من جديد وصلنا معكم لفقره لكذراي وعديد من المواضيع لهذا الصباح. في هذه الفقره من خلالها نتعرف على اساليب الترفيه التربوي والتعليمي للاطفال. يمكنكم ايضا كذلك المشاركه معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه وعبر ارقام الهواتف الحاصل على اسفل الشاشه. اسعد جدا بالترحيب بضيفتي لهذا الصباح الاستاذه اخلاص بشير. مرحبا بك صباح النور. اهلا وسهلا. تسلم الله يبارك فيك. كل سنه طيبين ان شاء الله. وانت طيبه. بدايه استاذه اخلاص, يعني لما نتكلم عن الترفيه بالنسبه للمدارس بالنسبه للطلاب في كلام كثير جدا في الحته دي, انه يا اخي المفروض يكون في مسرح, المفروض يكون في ملعب للطائره, ملعب لكره القدم, سباحه, اساليب الترفيه المختلفه جدا, لكن يمكن دي كانت في السابق. الان الجيل ده عنده اشياء جديده هو بيبحث عنها فيما يخص الترفيه. المواكبه ما بين الماضي والحاضر في تقديم اساليب الترفيه للطلاب في المدارس. الحمد لله. بسم الله. طبعا الأساليب اختلفت باختلاف التطورات الزمن. يعني زمان كلنا نعرف في المدارس عندنا الجمعيات الأدبية, الجمعيات الثقافية, الجمعيات الرياضية. عندنا الجمعيات الثقافية كانت بتخرج ناس, يعني بتعلم التلميذ فنون الخطابة, فنون الدراما, يعني كل الأشياء الثقافية. التلميذ لما يتخرج للثانوي بيطلع وهو مؤهل إنه يبقى قائد لمنظمة في الطلابية, لاتحادات, لأنه تعلم من الجمعيات الثقافية كيف يخاطب, كيف يصيغ الجمل, كيف يقدم برامج, حتى في دراما, يعني الناس بتعمل الدراما. فكان التلاميذ زمان لما تكون عندهم الجمعية الأدبية بيكونوا مبسوطين. برنامج بيضع ترفيه فيه كل المحاور الثقافية, يعني من إلغاء شعري, من دراما, من أغاني, وكل الثقافة. الآن موجود الحاجات دي؟ الآن الحاجات اختلفت. يعني في بدائل لها, الناس انشغلت بالعصر, زي ما انت عارف الناس انشغلت بالالكترونيكس, بالايباد, بالفون. يعني التلميذ همه كله انه يدخل يشيل الايباد, يشيل البلاي ستيشن, يلعب. فانا بفتكر انه الاشياء دي ما هي البديل المكون للثقافة بتاعت الطفل. يعني لكن دي متطلبات عصره, يعني هو دي أشياء. ولينتو دايما احنا عندنا في الحتة دي فزلكة كده بتاعت انه يا اخي لا, الاباء والامهات عاوزين يربوا ابنائهم بحسب جيلهم هم ذات نفسه, بحسب ثقافتهم اللي تربوا عليها. لا, ده جيل مختلف جدا. جيل مختلف صح, ده بواكب العصر. يعني انا ما بقول ليلة للتلميذ انت لا ما تدخل النت ولا تدخل الايباد ولا تدخل تشوف, لا, ده مع العصر يتطلب ذلك. لكن في نفس الوقت انه لازم التلميذ ده يعني يكون مكوناته الشخصية. يعني ليه؟ أنا لو أديته بروجكت, أديته موضوع عشان يكتب عنه, ما يدخل لي جوجل ينزل كوبي بيست ويجيب لي الموضوع. أنا عايزه هو يقرأ, يتثقف, يعرف يلغي كيف الشعر, يعرف كيف يكتب قصة قصيرة, يعرف كيف يعني فنون الخطابة. فالأشياء دي إذا ما كانت في جمعيات في المدرسة تقود هذه الأشياء, بيبقى تعليم النت وتعليم الآيباد ما بدي الصورة المطلوبة. يلا أنا ما بمنعه, يعني ممكن يكون هو إذا ما بيدخل ما شايل الآيباد وما بيعرف يتعامل مع الإلكترونيكس بيكون متخلف تكنولوجيا. بالتأكيد. طيب ده أنا مش معك لحاجة ثانية اللي هي المناشط. هل تعتبر هذه المناشط المختلفة جدا داخل المدارس جزء من عملية التربية والتعليم ولا هي لا شيء مختلف جدا؟ لا, جزء من المكون التعليمي. يعني أنا ممكن أخرج لي جيل هو بيعرف أكاديميك بس, يعني أكاديميات فقط. أنت عشان تخرج لك خاصة في مرحلة الأساس بيقرأ 8 سنوات, العملية التعليمية متكاملة ثقافية وأكاديمية. فده جزء من التعليم, يعني لازم المدارس تعمل جزء من الحصص بتاعتها للمناشط. وده شيء مهم شديد, يعني انك انت تخرج تلميذ يعرف في كل فنون الحياه,
في كل المجالات الثقافية، المجالات الاجتماعية، المجالات الإنسانية، شغل المنظمات، يعني يعرف كيف يتعامل مع بقية المجتمع، فبالتالي هو جزء من العملية التعليمية. طيب في الوقت الراهن عندنا ممكن ملايين من المدارس، كل شقة ممكن تبقى مدرسة، كل شارعين وناصية من القليلة مدرسة، كثرت المدارس دي بشكل مختلف جدا، وتقزم حجم المساحة، المثلاً ممكن التلميذ يلقى مساحته في الجري وفي اللعب في المناشط المختلفة جدا، على مستوى مسرح، على مستوى ميادين وما شابه. ليه المدارس ما بتهتم بالمناشط بشكل مقنن زي ما هو منصوص عليه؟ يلا ده الشيء اللي حصل حسي، يعني في تدني في الثقافة بالنسبة للأجيال الحالية، في تدني في الثقافة، لأنه ما لاقين مجالات داخل المدارس، ما لاقين مساحات، ما لاقين جدول لهذه الثقافات داخل المدارس. فده عشان كده حسي أنت ممكن تقول لي أنه الجيل الحالي من ناحية ثقافية أقل من الجيل بتاعنا مثلا. دي صح، رغم انه في تكنولوجيا، رغم انه في نت، في انفتاح على العالم. دي يعني شيء سلبي ولا شيء ايجابي؟ لا الشيء سلبي طبعا، لازم انا التلميذ ده يكون ملم بكل الثقافات، يعني انا اخرج لي تلميذ هو يعرف يجيب اي حاجه من النت، لكن عشان يصيغ لي مثلا قصه قصيره، ما في منافسات بتاعت كتابة القصة القصيرة، ما في. أنا لو قلت التلميذ في الوقت الحالي، لكن الثقافة بتاعت القصة القصيرة والكتابة دي ما زالت موجودة لهذا الجيل، حيستفيد منها ولا هي عملية ثقافة وما شابه يعني؟ لا حيستفيد منها بالتأكيد. في شنو الاستفادة ممكن يستفيد منها؟ يعني أنا الليلة إذا بقدر أسيق التعبير، أسيق جملة، أكتب قصة، فنفرض أنا لو بقيت مدير شركة، يعني منصب عالي بيتطلب إني أنا أضع قوانين، أضع أتكلم خطابة مع الموظفين بتاعي، أنا إذا ما عندي مكونات ثقافية لغوية ما بقدر أسيغ، يعني في المجال العملي يستفيد منها. يعني ما هي كتابة القصة من حيث إنه هو كتب قصة وبس، يعني لا، بتفيدني في المجال العملي. يعني الجيل الحالي، طالما أنا بمثل هذا الجيل وأنت برضو بتمثل الجيل الآخر، يعني دائما بيكون كلام إنه يا أخي والله الحاجات حقتنا الزمان دي إحنا خلينا ما مستفيدين منها، عاوزين نعمل حاجاتنا برانا، عندنا النت، عندنا الواتساب، عندنا الفيسبوك، المعلومة عندنا بنجيبها بسهولة جدا، ما محتاجين نرجع للكتب، ما محتاجين انه نقرأ ونتعلم كثير عشان ما يكون عندنا ذخيرة زي ما بتقول ثقافية ومعلوماتية، ونكتب قصص قصيرة وخطابة وكذا، ما محتاجين. أنا ممكن أبعث برسالة من واتساب أو من فيسبوك والموضوع ينتهي يعني. يلا دي هي ذات أدية قلة الثقافة يعني، أو أنتوا بتشوفوها كده، لكن هم بيشوفوها حاجة تانية. هم بيشوفوها حاجة تانية، لكن الليلة لو جيت مسكتوا في أي موضوع عشان يتكلم عنه، لو ما رجع للنت ما حيقدر يتكلم، لو ما رجع لجوجل عشان يجيب المعلومة دي ما حيقدر يتكلم، لأنه ما عنده ذخيرة. لا عنده جوجل. عنده جوجل. اعتمادا على جوجل. ما عيب انه يعتمد على، لا ما عيب، ما عيب. انا في البدايه قلت انه ما عيب انه نحن نخلي الجيل يتعلم، يتعود على التكنولوجيا وينفتح على العالم ويتواصل مع العالم. لكن في ذات الوقت لازم يكون عنده هو ذخيرته الشخصيه، لازم يكون عنده ثقافته، لازم يكون عنده يعني نحن في البدايه تكلمنا عن الترفيه، يعني انا ما يتخيل لي بس الزول يكون قاعد مع الايباد، مع النت، مع الواتساب، مع الفيسبوك، يكون ده بس مجال الترفيه. طيب الايباد او الواتساب او الفيسبوك بيوفر له عديد من التطبيقات الثانيه، ممكن من خلاله انه يلعب، ممكن من خلاله انه يخش على موقع معين، يشوف صوره معينه، يشوف حاجات معينه مختلفه، هو بالنسبه له دي اشياء محببه جدا، بتلبي له رغبات وحاجات. المدارس والاسر شنو قدمت لي الطالب او التلميذ عشان ما يتخلى عن الاشياء اللي انتم تشوفوها انها هي ممكن تكون مضره بثقافته بمكوناته المختلفه، قدمتوا له شنو؟ حاليا في معظم المدارس عندها، احنا مدرستنا بالذات عندهم حصتين في خلال الاسبوع، بتكون دي هي للمناشط، مناشط يعني رياضيه ومناشط رحلات ترفيهيه ورحلات اكاديميه علميه، وبتكون عندهم يعني بعض المدارس
حتى فن الطبخ الزمان يعني استرجع حاليا في بعض المدارس. وعندهم فنون الارتس الفنون ذاتها، يعني احنا عندنا تعليم الفنون من الاشياء البسيطه اللي موجوده حوالينا، يعني كيف التلميذ حتى لو تلميذه كيف تنسق المنزله من ابسط الاشياء اللي موجوده عندنا. تدبير. فدي معظم المدارس حاليا بدأت ترجع للمنهج بتاع. طيب ذكرت شيء جميل جدا مهم اللي هو الترفيه والرحلة المدرسية الاستكشافية لمناطق السودان المختلفة أو خارج السودان، برضو دي لها أثر كبير جدا في تغيير مزاج أو مزاج الطالب، في أنه يا أخي يشوف صورة جديدة، يطلع من جو الفصول والمدارس سواء كانت كبيرة أو صغيرة. الرحلة دي برضو كيف هي بتساهم في توعية الطالب ببلده المختلفة بثقافات الأخرى؟ طبعا معظم الطلبة حاليا ما بيعرفوا مختلف المدن السودانية، ما بيعرفوا مختلف الجهات، فللمدرسة من تنظم رحلة لمثلا مصنع في مدينة تانية تودي الطلبة، ده بينور التلميذ على بلده أولا. طيب. من ناحية ترفيهية هو بيكون صرف وقت في المناظر، يعني خرج من نطاق الأكاديميات، خرج من نطاق التدريس، يعني عمل ريفريش، يعني عمل جدد. فهو هنا استفاد بأنه غير توتالي المجال الأكاديمي في ذلك اليوم بتاع الرحلة، وفي نفس الوقت استفاد، عرف مدينة جديدة في بلده، في نفس الوقت عرف مصنع. يعني بعرف بعض المدارس بتودي الطلبة مثلا لكنانة، مصانع كنانة، بعض الطلبة بتودي في مدني مصانع بتاعت مصانع الجنيد السكر في فدي نقلة للتلميذ انه هو انتقل من الجو الأكاديمي للجو ترفيهي، وبيجي بنفسيات احسن وبيجي بمعلومات اكثر وهكذا يعني. طيب نصائح أخيرة للمعلمين والمعلمات والأسر عشان ما يسهموا في جو، يعني إنشاء جو جميل جدا للتلاميذ ويكون عندهم بيئة مدرسية سليمة ونظيفة بأشكال مختلفة من الترفيه، النصائح بيقولوا لهم شو؟ أول حاجة أنا بعتبر يعني طابور الصباح ده من البرامج الثقافية، يعني إنه المدرسين لازم يحرصوا على طابور الصباح لأنه فيه ونحن بننمي مقدرة التلميذ، مقدرته على مواجهة المجتمع الصغير وبالتالي مواجهة المجتمع الكبير، مقدرته على أنه يقدم حاجة أمام الناس. فطابور الصباح ده من البرامج الثقافية والإعدادية بالنسبة للتلميذ. الحاجة الثانية لازم تكون في حصص في خلال الأسبوع مقسمة لمختلف الثقافات، الجمعيات اللي هم نسميها زمان جمعيات أدبية، جمعيات ثقافية، لازم تكون في كل مدرسة جمعية أدبية تخرج لنا طاقات ومهارات التلاميذ في مختلف المجالات الثقافية. لازم المدرسة تنظم رحلات أكاديمية ورحلات ترفيهية. أنا ما أدري أقول كلام سلبي، لكن الرحلات دائما زمان الدفع هو اللي بيمشي، المدفع ما بيمشي، الطابور هو للجلد، دائما الطلبه كده بيجيبون في الطابور للدلد، او هو مساحه للضبط زي ما بيقول. حتى الحصص اللي ممكن تكون للموسيقى او للمناشط بيتم التغول على، اقول لك لا اللي هي الحصه تصحيح، نشوف الناس المصحات، نشوف الناس ما عملت اي شيء، لكن مع ذلك نحن برضو مقدرين دور المعلمين والمعلمات في تقديم جو جميل ومعافى للترفيه والتعليم بالنسبه للاطفال في المدارس. لا الحكايه دي يعني صراحه ما كثيره يعني حاليا الحاجه يعني انا بحمدها للطلبه انهم بتنافس في طابور الصباح، بتنافسوا انهم يقدموا حاجه. ان شاء الله ان شاء الله يقدموا كل شيء جميل. انا شاكر لك جدا استاذ خلاص بشير، كنت معنا في هذا الصباح من صباحات سودانيه والحديث حول اساليب الترفيه والتعليم تعليم للأطفال داخل المدارس. أشكرك جدا، شكرا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، خليك معنا. نحن حنمشي لفقرة مع زومين شاي مع الأستاذ الشاعر إسحاق الحلنقي، نتابع.